ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر. طبعا عندنا مباراة مرتقبة بكرة مستنيين فيها أداء يشبه كثيرا أداء النادي الأهلي أمام الإسماعيلي. وعشان حالة الشغف اللي حصلت بعد مباراة الإسماعيلي بنشارككم معانا في توقع طريقة اللعب بكرة. شاركونا على هاشتاج الحلقة في توقع طريقة لعب موسيماني بكرة أمام البنك الأهلي. أنت شايف إيه؟ والله أنا عجبني جدا إن بيتسو موسيماني بدأ بثلاثة أربعة ثلاثة، يمكن قبل المباراة وقبل مباراة الإسماعيلي ده طبعا الهاشتاج، هاشتاج الأهلي خط أحمر. فتشاركونا بقى، هل هنلعب 3 4 3 ولا يرجع ل 4 2 3 1 بالظبط، ولا هيلعب 4 4 2؟ ما خلاص احنا عندنا دلوقتي السكواد اللي يقدر يخليك تلعب اي طريقه، وعندنا ما شاء الله اللعيبه اللي تقدر كمان تتعامل مع اي طريقه. والحمد لله شفنا وجود حمدي فتحي في 3 4 3 اللي كل جماهير النادي الاهلي ظنت وبعض المحللين ان هيتلعب 4 3 3، فاجئ بيتسو موسيماني الكل. فهل هيفاجئنا بكره في مباراه البنك الاهلي باستكمال المسيره 3 4 3 او هيرجع ل 4 2 3 1؟ يا ريت تقولوا الكلام ده على هاشتاج الاهلي خط احمر، وهنعرض طبعا راي حضراتكم. لكن بالقصه دي يا فارس انا سعيد ان احنا بدانا البدايه دي، سعيد لان احنا قلنا هنا من خلال البرنامج والناس تتذكر معانا لما قلنا ان امام بيتسو موسيماني اختبار على كلامه وتصريحاته من فكره تعلمت الدرس من الدوري المصري. قلنا القدر وضع في امامنا ثلاث مباريات، الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم الزمالك، والثلاث مباريات دول كانوا في الدور الثاني، الاهلي متقدم بهدف وبيرجع يحصل كامباك فنطلع 1-1. بيتسو موسيماني مع الاسماعيلي ده مش بس قال انا اتعلمت الدرس، ده قال دعوه للمتعه من جديد. اربع اهداف، بتسجل الهدف الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فاصبح الطموحات رجعت لجماهير النادي الاهلي ان ما بقاش الموضوع نتيجه وبس، انا مستني نفس الاداء ده امام البنك الاهلي. امام البنك الاهلي مستنيين نفس الاداء. تعال نناقش الناس او نقول للناس قائمه البنك الاهلي قبل ما نقف عند مباراه الاسماعيلي، لان في اكيد حاجات كتير جدا محتاجين نقف معاكم فيها. قائمه النادي الاهلي استعدادا لمباراه البنك الاهلي: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسر ابراهيم وكهربا، حمدي فتحي، حسام حسن، شريف وايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، السليه، قفشه، معلول، بيرسي تاو، اكرم توفيق، كريم فؤاد، ميكي سوني، هاني وعبد القادر وعمار حمدي. لما تيجي تبص على قائمه النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي بقى عنده سكواد يقدر يكون مع موسيماني بكل الادوات اللي هو محتاجها. وده اللي يخلينا نربط بقى تاني بكلامنا، انت كان عندك مدير فني حقق نتائج جيده جدا، محقق 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، حقق سوبر افريقي، وليه بعض النتائج السلبيه زي خساره بطوله الدوري والسوبر. انت بتقعد تقيم مع الوضع، الراجل ده بيقول انا عندي بعض القصور في بعض المراكز او عايز اضافات في بعض المراكز وعايز ادوات كذا كذا. انت كاداره وفرت له الادوات، وفرت له اللعيبه الاجانب اللي هو طلبها، ودي اختيارات نوعيه. دايما انا بقول هل تعتقد ان بيرسي تاو كان هيجي النادي الاهلي لو موسيماني مش موجود؟ تأكيد. ما كانش هيبقى خيار مطروح. هل ميكي سوني كان هيجي النادي الاهلي لو موسيماني مش موجود؟ اكيد كان خيار مش مطروح. فبالتالي دي ادوات الراجل اختارها. بتبدا تقيم مع الادوات دي، هل في تطوير؟ لو في تطوير يبقى فعلا الراجل ده كان شايف العيب فين وبيبدا يعالجه، مفيش تطوير يبقى في مشكله كبيره جدا.